إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء يسفر عن مقتل 10 إرهابيين واستشهاد وإصابة 7 من رجال القوات المسلحة. دعوة في البرلمان البريطاني لتصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية تحرض على الكراهية. سقوط نحو 30 قتيلا في غارة على شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة ماضية. منتصف النهار في القاهرة، 10 صباحا بتوقيت غرينتش، بانوراما إخبارية على شاشة النيل. مرحبا بكم. أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تمر الرفاعي إحباط هجوم إرهابي على ارتكاز أمني بشمال سيناء. وقال المتحدث العسكري في بيان إنه نتيجة ليقظات عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى. أضاف المتحدث العسكري أنه جاري أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليها بمنطقة الحادث، وأكد عزم واستمرار القوات المسلحة والشرطة في جهودهما للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره. تستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمسة وممثلي الدول المانحة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير الجاري. يتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل في المجالات كافة وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية. كما ستقدم مصر مقترحا لتدريب كوادر دول الساحل الخمس في مجال مكافحة الإرهاب، مما يزيد من قدرة العناصر على مواجهة خطر الإرهاب ويسهم في تحقيق المزيد من سبل الأمن وفتح أفاق التنمية في تلك الدول. تضم دول الساحل كل من موريتانيا والنيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو. عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. هذا ومن المقرر أن تختتم اليوم القمة الإفريقية دورتها 33 العادية. في ثاني أيام مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدورة العادية 33 لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شارك السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء الدول والحكومات بمقر الاتحاد الإفريقي، حيث تم إطلاق موضوع العام للاتحاد الإفريقي تحت عنوان إسكات البنادق خلق ظروف مواتية لتنمية إفريقيا. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، حيث أعرب سيادته عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين. وفي نهاية زيارة سيادته غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أديس أبابا عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد استعداد مصر لاستضافة قمة إفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب. بتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي للرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال واجتماعات الدورة العادية 33 لقمة الاتحاد الافريقي، تنتقل مصر من مقعد الرئيس إلى مقعد نائب رئيس الاتحاد بعد عام من الرئاسة المصرية للعمل الافريقي المشترك، حمل العديد من النجاحات والخطوات غير المسبوقة على صعيد تعزيز آليات السلم والأمن بالقارة السمراء أو على صعيد التكامل الاقتصادي والاندماج القاري بين الدول الإفريقية. فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي قد اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات وفي مختلف المجالات. حرصت مصر خلالها كل الحرص على الاطلاع بمسؤولياتها في حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية كافة، حيث لمسنا خلالها عن قرب حجم التحديات التي تواجه قارتنا الغالية، وبالمقابل حجم الفرص الواعدة التي تزخر بها للتقدم وللتنمية. الرئيس السيسي الذي استعرض خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية التي ترأسها أكد أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي في عام 2019 سعت إلى ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية. فقد حرصنا على تعزيز حالة السلم والأمن في إفريقيا، معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة، وفهم خصوصيات الدول والشعوب الإفريقية. ولأن تطوير البنى التحتية في إفريقيا يعد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، فقد جاء نجاح الجهود القارية والمصرية بإطلاق وشيك لبرنامج تطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية تتويجا لنجاح الجهود الرئاسية المصرية في هذا الشأن. كما تكللت الجهود القارية والمصرية في هذا الشأن بالإطلاق المرتقب لخطة العمل الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا 2021-2030، والتي أتعين علينا دعمها، وأخص بالذكر مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائي القاري، تمهيدا لإنشاء السوق الإفريقية المشتركة للطاقة، ومشروع محور القاهرة كيب تاون، وغيرها من مشروعات ربط السكك الحديدية والطرق التي ستسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة. من جانبه ثمن موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الدور الكبير للرئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الافريقي لعام 2019 وحسن تعامله مع القضايا القارية، مؤكدا ان العام رغم تحدياته يعد عاما للانجازات الكبرى في مجال السلم والامن. اعرب عن عظيم التقدير لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للعمل الجبار الذي قام به طيلة توليه رئاسة الاتحاد الافريقي في السنة المنصرمة، وإنها لسانحة متميزة لأسمن عاليا طيب العمل مع فخامته وحسن تعامله معنا، خدمة لقضايا القارة ولدفع مختلف مشاريعها الاستراتيجية. دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية الدوليين كان أحد أهم النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد. نعمل عن كسب مع القيادة الأفريقية، ونعمل حثيثا على تحقيق تلك الجهود سويا. إن إطار السلم والأمن وتحقيقه في القارة الأفريقية، وأثني على الاتحاد الأفريقي على قيامه بمبادرة إسكات البنادق. نعظم من عملنا المشترك لمعالجة التحديات الأمنية وجذور الأزمات السياسية التي تزعزع داما في منطقتينا، فلقد عملنا سويا لمرافقة الأشقاء في السودان في عملية الانتقال السياسي منذ إبريل الماضي، إذ أقدمت الجامعة العربية على جملة من المساعي الحميدة مع الأطراف المعنية، وشارك اتحادكم في نفس الوقت في رعاية عملية وساطة
بشكل أفضل إلى الاتفاق على وثائق الانتقال إلى السلطة المدنية. ومن المقرر أن تتواصل أعمال واجتماعات الاتحاد الإفريقي في دورته 33 والتي تأتي تحت عنوان إسكات البنادق نحو خلق ظروف مواتية للتنمية المستدامة في إفريقيا، وذلك على مدار يومين تناقش خلالها عدة ملفات وقضايا من بينها الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب وسبل تعزيز السلم والأمن خاصة بمناطق الساحل والصحراء وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج القاري وقضايا الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الإفريقي. طوال عام كامل ترأست خلاله مصر الاتحاد الإفريقي لم تأل جهدا في تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك الرئيس السيسي، بينما يسلم رئاسة الاتحاد لخلفه الرئيس جنوب إفريقي سيريل رامافوزا، يعلن عن تحقيق نجاحات خلال هذا العام على صعيد تعزيز السلم والأمن والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري بين دول القارة السمراء، بما يؤهل شعوب هذه القارة للانطلاق إلى غد أفضل. من مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على رشوان النيل. التقت محافظة دمياط منال عوض الصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم عقب دخولهم المياه الإقليمية اليمنية بعد تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عنهم. أكدت المحافظة خلال لقاء أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لجوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم والتصاريح التي يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية. شددت الدكتورة منال عوض على حرص كافة الأجهزة على تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه الصيادين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية، معربة عن شكرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المبذولة لرعاية المصريين في الداخل والخارج. دعا نواب بريطانيون إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم. ونشر تلفزيون البرلمان البريطاني كلمات لعدد من البرلمانيين طلبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وحثوا الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين على أراضيها. وتقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجواب إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشية تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وزعم جيش الاحتلال في بيان أن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل. وشنت إسرائيل منذ 2008 ثلاثة حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون فلسطيني يعانون من مشاكل اقتصادية وسياسية في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 13 عاما. أعلنت الصين اليوم معارضتها لأي إجراءات أحادية تتخذها إسرائيل من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة، كما حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان السلطات الإسرائيلية من مغبة إعلان السيادة على أراضٍ في الضفة الغربية دون موافقة واشنطن. لم تكتفي واشنطن بالإعلان عن خطة سلام مشوهة رفضها الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، لكنها راحت أبعد من ذلك زاعمة أنها حريصة على تطبيق بنود هذه الخطة ليس بشكل أحادي حرصا على مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان حذر السلطات الإسرائيلية من مغبة إعلان السيادة على أراض في الضفة الغربية دون موافقة واشنطن في معارضة لدعوات من متطرفين داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراء فوري في هذا الشأن. مع ورود أنباء عن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان على وشك الانطلاق في مسار قد يكون مخالفا لوجهة نظرنا عن العملية، فنحن نحيط الناس علما بموقفنا فحسب. لم يكن الأمر تهديدا، تلك العملية لن تستكمل على الأرجح قبل الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في 2 مارس المقبل.
وتعهد نتنياهو في البداية بسرعة تطبيق القانون الإسرائيلي بما يعني الضم العملي للتكتلات الاستيطانية وغور الأردن، الأمر الذي أسعد قاعدة ناخبين من اليمينيين قبل انتخابات يخوضها في 2 مارس المقبل آملا في الفوز بولاية خامسة، لكنه اضطر إلى التراجع بعد أن أوضح البيت الأبيض جليا رغبته في إتمام عملية رسم الخرائط في إطار لجنة أمريكية إسرائيلية أولا، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أكثر. أما الجانب الفلسطيني فقد أكد أن المستوطنات تجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية غير قابلة للاستمرار، وأي خطوة أحادية الجانب مرفوضة سواء كانت قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، وأنه لا يمكن فرض الحقائق على الأرض ولن تكون أمرا واقعا. رئيس حكومة الاحتلال بإعلانه بالأمس عن أنه يدرس خرائط الضم في الضفة الفلسطينية وللمستوطنات الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية، وأيضا ضم أراضي أخرى في الضفة الفلسطينية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة، وهذا ينسجم تماما مع ما يسمى خطة الرئيس ترامب، ما يسمى صفقة القرن، التي تحدث عن بستونات وكنتونات للشعب الفلسطيني يعيش فيها في معازل. وتضع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي كشف عنها في 28 يناير الماضي تصور لاحتفاظ إسرائيل بمساحات أساسية من الأراضي المحتلة، يسعى الشعب الفلسطيني لأن تكون جزءا من دولته المستقبلية، وتنص الخطة على أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية بلا سلاح على ما يتبقى من الضفة الغربية وقطاع غزة. ارتفع عدد ضحايا الغارات على شمال غرب سوريا إلى نحو 30 قتيلا على الأقل خلال 24 ساعة الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي أوشكت فيه قوات الجيش السوري على السيطرة على الطريق الدولي حلب دمشق، حيث لم يبقى أمامها سوى كيلومترين فقط لاستعادته كاملا. تقدم جديد حققته قوات الجيش السوري في شمال غربي البلاد، وباتت على وشك السيطرة على الطريق الدولي حلب دمشق، ولم يبقى أمامها سوى كيلومترين فقط لاستعادته كاملا. تعد استعادة هذا الطريق الذي يعرف باسم M5 الهدف الأبرز للقوات السورية حاليا، بعد أن سيطرت على الجزء الأكبر منه تدريجيا خلال هجمات عسكرية على مر السنوات الماضية. الهجوم الأخير ركز على ريف إدلب الجنوبي والجنوب شرقي وريف حلب الجنوب غربي المجاور، وهي مناطق يمر بها جميعا الطريق الدولي M5 الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدنا رئيسية عدة من حماة وحمص وصولا إلى الحدود الجنوبية مع الأردن. قوات الجيش سيطرت على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، آخرها مدينة سراقب التي يمر منها الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوب شرقي. الجيش السوري أعلن أن قواته حققت إنجازات ميدانية نوعية، مشيرا إلى أنه سيطر على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع. ورغم استعادة قوات الجيش السوري السيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة حلب عام 2016، حافظت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى على سيطرتها على منطقة واسعة تمتد من أطراف المدينة الغربية إلى مناطق واسعة في ريفيها الغربي والجنوب غربي. إدلب ومحيطها يندرجان ضمن اتفاق روسي تركي أبرم عام 2018 ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة القوات السورية والفصائل المسلحة، كما ينص الاتفاق على فتح طريقين دوليين بينهما طريق حلب دمشق. غير أن الاتفاق لم ينفذ لأن مسلحي هيئة تحرير الشام لم ينسحبوا في حين استأنفت دمشق هجماتها على مراحل. التصعيد العسكري منذ مطلع ديسمبر الماضي أجبر 586 ألف شخص على النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق أكثر أمناً، كما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 300 مدني بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. في الوقت نفسه وصلت السلطات التركية إرسال عشرات الآليات العسكرية إلى محافظة إدلب السورية تحت مزاعم تعزيز نقاط أمنية أقامتها وفقا لاتفاق مع موسكو وطهران. مؤشرات تصعيد أكبر في الموقف بين تركيا وسوريا في إدلب، وعبرت قوافل ضخمة من المركبات العسكرية التي تحمل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من المعدات
عبرت الحدود إلى سوريا لتعزيز نحو 12 موقعا عسكريا تركيا، بعضها تحاصره القوات السورية المتقدمة في المنطقة. وأكد مصدر عسكري تركي مسؤول أن 300 مركبة عسكرية دخلت إدلب السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 1000 مركبة هذا الشهر، واصفا أعداد القوات المصاحبة لهذه المركبات بالضخمة. فيما قال نشطاء في المنطقة إن إجمالي عدد الجنود الأتراك الذين وصلوا المنطقة يتجاوز 5000 جندي. التقدم الكبير الذي أحرزته القوات السورية في الأيام الأخيرة قُبل بتهديد تركي صريح تمثل في إرسال تعزيزات كبيرة للمحافظة. وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أكد ضرورة انسحاب القوات السورية بنهاية الشهر الجاري على الأكثر، وإلا فإنها ستواجه إجراء تركيا. وحذر أكار من أن تركيا ستغير مسارها في شمال غربي سوريا إذا تواصل خرق اتفاقات وقف إطلاق النار في محافظة إدلب آخر معاقل المعارضة. وكانت أنقرة قد حثت موسكو على وقف الهجوم على إدلب، والذي جعل القوات السورية على مسافة 16 كيلومترا من مدينة إدلب عاصمة المحافظة التي يقطنها مليون شخص. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور نادر عكو المحلل السياسي السوري. دكتور نادر، كيف تقيم الأوضاع الميدانية في سوريا خاصة في إدلب؟ لفهم ما يجري على الساحة السورية لابد أن نربطه مع ما تحققه الانتصارات المصرية على الصعيد الدولي، وبين ما يحدث على أرض سيناء بتدبير قطري تركي، وكذلك ما يحدث في ليبيا وسوريا وهجوم الدواعش على المدنيين السوريين في الرقة، وكذلك الهجوم الجوي الصهيوني في سوريا والعراق. كله يأتي في وقت واحد بهدف دعم أردوغان الذي يعاني من ضائقة اقتصادية وعقوبات دولية، بنفس الوقت الذي يتعاظم فيه الاقتصاد المصري. إن أردوغان والقطريون يريدون من هذه تشتيت الجهد المصري وتحجيمه للخروج من مأزقهم الذي وقعوا فيه. أما بالنسبة لما يجري حول ما تتناقله وسائل الإعلام بشكل عام على أن ما يجري في سوريا هو صراع سياسي بين معارضة ونظام دولة، إنما يهدف لتضييع القضية الحقيقية في سوريا، وهذا يجافي الواقع. فالواقع هو حرب تحرير يقوم بها الجيش السوري بتحرير أرضه من الاستعمار التركي الممول قطريا بالتنسيق مع الإرهاب الدولي الذي اتخذ من إدلب وريفها حواض لممارسة الدعارة الدولية ضد النساء السوريات وضد النساء الأجنبيات اللواتي جلبنا من أوروبا، والانطلاق من إدلب لتهديد الأمن الإقليمي وتحويل الدول العربية إلى دول فاشلة تتطلب عودة الاستعمار إليها واستنزاف ثرواتها الطبيعية واستعباد مواردها البشرية واستخدامهم في إثارة الحروب. الجيش العربي السوري استطاع وهو قادر على التعامل مع التهديدات التركية المستمرة، وسوف يقضي بكل اقتدار على أي قوة تركية تدنس الأراضي السورية، لأن الشعب السوري يلتف حول قيادته وحول جيشه بعد أن عرف حقيقة المؤامرة التركية القطرية تحت مظلة طائفية إسلامية. أشكرك جزيل الشكر دكتور نادر عكو المحلل السياسي، كنت معي من القاهرة. هدد الطيار الصدري رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي بإسقاطه خلال 3 أيام في حال أقدم على إسناد حقائب وزارية لأشخاص ينتمون لجهات سياسية. انتهاء المهلة المحددة لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي لتقديم تشكيل حكومته إلى البرلمان، حذر تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من تخصيص حقائب وزارية لأشخاص ينتمون لفصائل سياسية. وقد هدد التيار الصدري بتحويل البلاد إلى جحيم وإسقاط علاوي نفسه في 3 أيام. جاء هذا التهديد على لسان المستشار الأمني لمقتدى الصدر. تأتي تهديدات لمقتدى الصدر على الرغم من التأييد الذي أبداه الزعيم الشيعي لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة بغير رضا المتظاهرين الذين اعتبروا علاوي مقربا من النخبة الحاكمة. لذا تسبب موقف الصدر في شرخ بينه وبين الحركة الاحتجاجية
التي كان يدعمها الصدر منذ بدايتها في أكتوبر الماضي. وفي المقابل يواجه مقتدى الصدر انتقادات من قبل المتظاهرين بعدما غير موقفه أكثر من مرة، بدءا بدعم الاحتجاجات ثم الانتقال إلى التعاطف مع الطبقة الحاكمة وصولا إلى مواجهة أنصاره المحتجين في النجف والحلة بجنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل 8 متظاهرين. إلى أن تيار الصدر يؤكد عدم استهدافه فض الاحتجاجات وإنما استمرارها مع تخليصها من أي أخطاء، مشددا على أن المساس برمزية مقتدى الصدر خط أحمر. يأتي ذلك بينما تتواصل في العراق حركة الاحتجاجات ضد البرلمان والطبقة الحاكمة المستمرة منذ الأول من أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 500 قتيل أغلبها في مواجهات مع قوات الأمن. نريد نعيش بوطن حر خالي من التحزب، خالي من الأحزاب، خالي من الميليشيات. نريد نعيش كإنسان يحترم داخل بلده. ليش قاعد يسوون بينا هالشيء؟ أهدافنا واضحة: انتخابات مبكرة، رئيس وزراء غير جدلي. هذه الطلبة اليوم، إذا كانت هذه المسيرة اليوم فيها 1000 طالب، في المسيرات المقبلة ستشهد آلاف الطلبة إن شاء الله. هكذا يستمر مشهد التوتر في العراق بين مطالب المحتجين وحسابات السياسيين والأحزاب الدينية. قتل 13 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأصيب العشرات في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز. ووقعت المواجهات خلال تصدي قوات الجيش لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي على مواقع للجيش بالجبهة الشرقية وهجوم آخر على مواقع غرب المدينة. وتكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والأليات العسكرية، واغتنم الجيش أسلحة خلفتها الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار. قررت إنغريت كرامب، قررت التي اختارتها أنجلا ميركل لخلافتها كمستشارة للمفوضية الألمانية العدول عن الترشح لهذا المنصب في 2021 وعن رئاسة الحزب المحافظ الألماني. أفاد مصدر من الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن كرامباور صرحت خلال اجتماع لقيادات الحزب بأنه ليس لديها هدف الترشح كمستشارة ألمانية. يأتي هذا في أوج أزمة سياسية وطنية حول تحالف إقليمي مع اليمين القومي. وفي نشرتنا أيضا، منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين. هو قادم في نشرتنا أخبار الاقتصاد مع عبير شوشة. شكرا هبة، أهلا بكم مشاهدين. هذه أخبار الاقتصاد وأهم ما فيها: الإحصاء يعلن انخفاض معدل التضخم في يناير إلى 6.8% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز.
أهلا بكم. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر يناير ليبلغ 6.8%، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ 12.2%. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز والتي انخفضت بنسبة 8.1%. ولفت الجهاز إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليبلغ 105.2 نقطة خلال شهر يناير من العام الحالي، مسجلا ارتفاعا قدره 8% مقارنة بشهر ديسمبر من العام المنصرف. وأرجع الأسباب لارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، تلتها مجموعة الخضروات بنسبة 5%. أكد جهاز التمثيل التجاري ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 لتبلغ 558.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 52.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وأوضح الجهاز أن الصادرات المصرية زادت إلى السوق الأردني خلال 11 شهرا لتبلغ 742.1 مليون دولار بنسبة زيادة 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، مشيرا إلى أن أهم الصادرات تضمنت الكهرباء، الغاز الطبيعي، البرتقال، الأجبان، السيراميك والتلفزيونات. انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 4 مليارات جنيه إلى مستوى 708.4 مليار جنيه، وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي AGX30 بنسبة 84%. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى 5.4% مقابل 4.5% في ديسمبر. يأتي هذا بينما توقف الاتجاه النزولي لأسعار المصانع في الصين والذي استمر على مدى 6 أشهر، وإن كان من المستبعد استمرار قوة الدفع في ظل إغلاق الشركات لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا. وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني الإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.1% مقارنة به قبل عام بفضل تحسن النشاط بالقطاع الصناعي في نهاية العام بفضل هدنة تجارية مع الولايات. أعلنت شركة النفط الصينية بترو تشاينا أن ثاني أكبر شركة تكرير صينية تعتزم خفض معدلات التشغيل بواقع 320 ألف برميل من الخام يوميا الشهر الحالي مقارنة مع الخطة الأصلية، إذ يؤثر فيروس ووهان في الطلب على الوقود. الخفض الذي تخطط له بترو تشاينا في فبراير يوازي نحو 10% من متوسع معدل تشغيلها البالغ حوالي 3.32 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي تخفيضات المصافي المملوكة للدولة بما في ذلك سنوبيك وسنوك لحوالي 940 ألف برميل يوميا هذا الشهر. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بسبب المخاوف من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب العام أو العالمية، وانخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى 54.23 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل. والنفط منخفض أكثر من 20% عن الذروة المسجلة في يناير بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم، وأجج المخاوف من تخمة المعروض. استقرت أسعار الذهب اليوم إذ أبطلت المخاوف من خطورة تفشي فيروس كورونا في الصين إثر تعافي طفيف للأسهم بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر، ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1574.64 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.3% إلى 17.72 دولار، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 969.20 دولار.
مشاهدينا انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى لمواصلة الأخبار السياسية والزميلة هبة. إليك هبة. أشكرك عبير. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد. ومن جانبها أعلنت الحكومة البريطانية أن فيروس كورونا المستجد يمثل تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة، مشيرة إلى اتخاذها تدابير لمكافحة انتشار الفيروس. تحذيرات ومخاوف عالمية مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن وتيرة تفشي فيروس كورونا خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا إلى هذا البلد. وتأتي هذه التصريحات بينما توجه أعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة على رأس بعثة خبراء دولية إلى الصين للمساعدة في تنسيق جهود مكافحة انتشار المرض. وعلى الرغم من أن وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حد ما، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع في حين زاد عدد المصابين عن 350 شخصا في 30 دولة ومنطقة حول العالم. بريطانيا من جانبها أعلنت أن فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس. وفي الوقت الذي يعيش العالم فيه حالة من الترقب بسبب الفيروس، يعيش ركاب السفينة دايموند برينسس السياحية في اليابان العالقة في ساحل يوكوهاما جنوبي طوكيو منذ أسبوعين حالة من الفزع، خاصة بعد وضع السفينة في الحجر الصحي إثر ثبوت إصابة رجل كان على متنها بالفيروس وصل مؤخرا إلى هونغ كونغ. وأكدت اليابان وجود 60 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا بين الركاب البالغ عددهم 3700 شخص. وأفادت تقارير محلية أن السلطات الصحية اليابانية أرسلت بشكل طارئ أدوية ومعدات طبية. من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل وفاة أكثر من 900 شخص وإصابة ما يزيد عن 40,000 آخرين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا. وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، واتخذت لهذه الغاية إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة. ألغيت مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غرب أوروبا بسبب العاصفة سيارا التي ترافقها رياح عاتية بعدما ضربت أمس بريطانيا وأيرلندا. وأعلنت حالة الإنذار في شمال فرنسا، حيث نصحت السلطات السكان بتجنب الساحل بسبب احتمال اشتداد العاصفة. أمطار غزيرة ورياح عاتية سببتها العاصفة كيارا التي اجتاحت بريطانيا وشمالي القارة أوروبا، حيث تجاوزت سرعة الرياح 145 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق، ما أدى لإلغاء مئات الرحلات الجوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات للقطارات. أصدرت السلطات البريطانية أكثر من 200 تحذير من فيضانات بمختلف أنحاء البلاد، حيث بلغت سرعة الرياح في أبردارون بويلز 149 كيلومترا في الساعة. وأصدرت السلطات تحذيرا شديدا من وقوع فيضانات في مدينة يوركشاير شمالي إنجلترا. أدت العاصفة لتعطيل حركة النقل بشكل كبير في أنحاء القارة، إذ ألغيت في هولندا نحو 240 رحلة جوية من وإلى مطار سيخبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما. وفي ألمانيا تم إلغاء نحو 180 رحلة جوية من وإلى مطار فرانكفورت، أي حوالي 15% من إجمالي عدد الرحلات المقررة. وقالت لوفتهانزا أكبر شركة طيران ألمانية إنها ستلغي الرحلات القصيرة والطويلة من مطار ميونخ حتى ظهر اليوم الاثنين. وعلى المستوى الرياضي، قال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إن مباراته أمام ويستهام بالدور الممتاز لكرة القدم تأجلت بسبب الأحوال الجوية الصعبة. وفي هولندا
ألغيت جميع مباريات دوري كرة القدم وكذلك أغلب المسابقات الرياضية التي تقام في أماكن مفتوحة. أما في ألمانيا فتأجلت مباراة بروسيا مونشن جلادباخ وكولونيا بسبب سوء الأحوال الجوية. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها أيضا بعد الفاصل. للمرة الأولى في تاريخ جوائز أوسكار فوز الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت أو الطفيلي بجائزة أفضل فيلم. ملفات عربية نتابعها، نحللها، نقلب في أوراقها ونخوض في تفاصيلها في حلقات من برنامج شؤون عربية. ونتحول في نشرتنا إلى متابعة أخبار الرياضة مع آلاء. أشكرك آلاء. دخل الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت أو طفيلي تاريخ السينما كأول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم. وفازت ريني زيلوغير بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم جودي، كما فاز خوان فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم جوكر. صفحة جديدة من تاريخ السينما كتبت خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 92 بفوز الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت أو طفيلي بجائزة أفضل فيلم، ليصبح بذلك أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصل على هذه الجائزة المرموقة. كما حصد الفيلم نصيب الأسد من جوائز الأوسكار المهمة، وهي أفضل فيلم أجنبي وأفضل سيناريو أصلي وأفضل إخراج لمخرجه بونغ جون هو. وكما كان متوقعا حصد الممثل يواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم جوكر. نحن شركاء في حب السينما، وهذا النوع من التعبير منحني حياة فريدة من نوعها. لا أعرف ماذا كنت سأصبح بدونه، وأعتقد أن أفضل هبة حصلت عليها وكثيرون منا في هذا المكان هي فرصة استخدام صوتنا من أجل من لا صوت لهم. أما جائزة أفضل ممثلة فكانت من نصيب ريني زيلويجر عن فيلم جودي أيقونة هوليود المغنية الأمريكية الراحلة جودي غارلاند. عندما نحتفل بأبطالنا نتذكر هويتنا كبشر متحدين، وعلى الرغم من أن جودي غارلاند لم تحظى بشرف تلك الجائزة في حياتها، فأنا أثق أن هذه اللحظة ما هي إلا امتداد للاحتفاء بإرثها الذي انطلق في بلاتو تصوير الفيلم ويمثل طبيعتها المتفردة وشخصيتها الكريمة. وفازت الممثلة لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم قصة زواج أو ماريج ستوري. كما فاز الممثل الأمريكي براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ذات مرة في هوليوود Once Upon a Time in Hollywood، وهي أول جائزة أوسكار يحصدها الممثل الشهير بعد مشواره الفني الذي دام 30 عاما. And the Oscar goes to American Factory. كما فاز فيلم American Factory أو مصنع أمريكي بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو باكورة إنتاج شركة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، ويتناول قصة مصنع يعاد فتحه بعد أن اشتراه ملياردير صيني. وفي ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء يسفر عن مقتل 10 إرهابيين واستشهاد وإصابة 7 من رجال القوات المسلحة.
دعوة في البرلمان البريطاني لتصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية تحرض على الكراهية. سقوط نحو 30 قتيلا في غارات على شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة ماضية. نهاية النشرة، تفاصيل أكثر على نايل دوت إيجي. شكرا لكم، إلى اللقاء.